وراء قضبان الحجر الصحي. سعداء جدا بكم هذا المساء، وألف مرحبا بضيوفنا الكرام من مدينة طنجة وتطوان والعرائش. وأظن هذا الغيث وهذا الشتاء المبارك قد منع من لم يلتحق بنا بعد. بداية أود أن أقدم جزيل شكري وامتناني للسيد محمد المريني أجلح على مجهوداته القيمة التي بذلها من أجل هذا الفضاء الثقافي بامتياز، فهنيئا لنا أيضا بعودة الحياة الثقافية التي كانت رهينة الحجر الصحي ورهينة الوباء، والتي كانت وراء القضبان أيضا، وكنا نخالها ستبقى رهينة الغرف الإلكترونية. كنا نخال أننا سنبقى حديثين وراء تلك القضبان التي خلفت الألم الكثير بفقدان أحباب لنا، منهم الأدباء والكتاب والشعراء، وفي فقدان عضو شرفهم كان معنا بالأمس المرحوم محمد المريني رحمه الله، رحم الله الجميع، ووفقنا دائما في جعل هذه المدينة في سماء الإبداع دائما، وفي جعلها جنة الأرض حقيقة. سعداء بلقياكم مرة أخرى. نرحب بالدكتور مصطفى الوليغلي وبالكاتب الناقد محمد بوجنان، وأعطي الميكروفون لأستاذنا الشاعر والكاتب المترجم محمد عربي غجو، وهو أيضا عضو في بيتنا المبدع، بيت المبدع فرع طنجة. مرحبا بكم مرة أخرى. شكرا أستاذة زهرة حمدي رئيسة الجمعية التي تنخر بأن تقود هذه التجربة، تجربة البيت الجديد، وحقيقة تقودها بكل اقتدار وكل عنفوان وكل حيوية. نفخر كما قلت بأن تترأس هذه الجمعية امرأة بكل ما في الكلمة من معنى. سعداء بلقائكم في هذه الأمسية كما قالت الأستاذة زهرة، بعد سنتين صعبتين مليئتين بالألام، نتوسم خيرا في أن نبدأ موسما ثقافيا تأخذ فيه الحياة مجراها العادي والطبيعي وتعود إليها ألوانها التي تعودنا عليها. كما لاحظتم في الملصق الذي نشكر عليه عضو بيت المبدع سي كمال على الإبداع، كل مرة يفاجئنا بمجهوداته من أجل إخراج الملصقات بشكل لائق. يعني لاحظتم طنجة في كتاب، هذه الفكرة تناقشنا فيها داخل مكتب بيت المبدع. الفكرة هي تستند على برنامج أو ركن يعني نقوم به بشكل دوري، يقدم فيه كتاب. الشرط الأساسي هو أن يتمحور حول طنجة، لا يهم موضوع أو تخصص كتاب، وكل مرة سنحاول أن نرى ونكون مع كتاب، سواء إما كتاب إبداعي أو في تخصص آخر، في التاريخ، السوسيولوجيا، أي ميدان من الميادين. إذن قلت سنهدف من خلال هذا البرنامج إلى الاحتفاء بكل الإصدارات والكتب والمصنفات التي جعلت من طنجة مادة وموضوعا للشغاية، سواء كانت منتمية لحقل الكتابة الإبداعية أو تعلقت بتخصصات ومجالات فنية أو تاريخية أو معمارية أو سوسيولوجية إلى آخره. مبادرتنا هذه تندرج في نطاق دينامية تتوخى، أولاً تشجيع على فعل القراءة ومعاودة الارتباط بالكتاب والاحتفاء به كأكت إنساني وحضاري، لا يجب التهاون في جعله حاضراً وفاعلاً ومؤثراً في زمن يتسم بطغيان واكتساح التكنولوجيات الرقمية لكافة مفاصل ومناحي حياتنا المعاصرة.
ثانيا جعل الكتاب مدخلا ومعبرا لاستنطاق التاريخ الوجداني والادبي والفكري لمدينه والجغرافيه والحضاريه، وعلى اعتبارها نقطه جذب تاريخي ومعبرا لشعوب وثقافات وحضارات تركت بصماتها على ملامح هويتها الكونيه المنفتحه. هذه الهويه التي نحن مطالبون جميعا بصيانتها وتعزيزها والارتقاء بها الى افاق ارحب واوسع. ثالثا الدعوه الى مبادره انشاء بنك معطيات او مكتبه كبرى تختص بجمع وتنظيم كل ما صدر قديما او حديثا من وثائق ومطبوعات ومخطوطات وكتب حول طنجة بجميع اللغات، والعمل على انخراط مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الثقافية وكذا مؤسسات البعثات الأجنبية في هذا الجهد الذي يهدف إلى حفظ ذاكرة المدينة وصيانة إرثها الثقافي وخزونها المكتبي والوثائقي. والتنموية والتطور العمراني وتطوير المنشآت والبنى التحتية سيظل ناقصا ومكسورا إذا ما أقفل النهوض بالقطاع الثقافي ولم يشتغل على إثراء الجانب الرمزي والوجداني الذي يعد حجر الزاوية في أي تنمية بشرية. إذا من خلال هذه الأسطر يعني بسطنا فكرتنا وفلسفتنا في اختيار برنامج طنجة في كتاب، وسنعمل على أن نأخذ الموضوع بالجدية اللازمة، وفعلا بدأت تصلنا بعض الاقتراحات لتكتيب بعض الكتب سواء مجال التاريخ مجالات إبداعية أخرى إلى آخره وبلغات أخرى. يعني الفكرة في الحقيقة بدأت تتفاعل وتعطي أكلها وهي لم تبدأ بعد. ثانيا لماذا اخترنا مفتتحا ومنطلقا لهذا البرنامج روايه جنة الأرض؟ لماذا اخترناها؟ وقع اختيارنا على جنة الأرض لأنه عمل روائي مميز ومتكامل بشهادة العديد من المتتبعين والنقاد والقراء، لأن كاتبها سي مصطفى الولياغلي اختار على غرار العديد من الكتاب المغاربة والأجانب التموقع زمنيا في فترة خصبة وحاسمة من تاريخ هذه المدينة ألا وهي فترة الحكم الدولي لطنجة. هذه الفترة المتميزة بأحداث وتقلبات سياسية ومتغيرات ثقافية ومجتمعية كان لها كبير الأثر في تشكيل تاريخ هذه المدينة وهويتها الثقافية والحضارية. اخترنا هذه الرواية ببساطة لأنها تشد قارئها من أول صفحة فيها لآخر صفحة. اخترناها لأنها بالرغم من كونها أول عمل روائي للدكتور مصطفى البولياغلي فهي تنطوي على مقومات الكتابة الروائية ذات بناء سردي محكم وناضج. اخترناها لأنها تفيض بلغة شاعرية ووصف سلس واستقصاء مبهر لدقائق وتفاصيل نفسية الشخوص والأمكنة والعلائق الإنسانية. اخترناها لأن الكتابة فيها عن طنجة لا تندرج ضمن ما سماه شكري بكتب البطاقة البريدية أو الكارت بوستالات التي تدعي اقتناص سحر طنجة وعبقها الأسطوري، بل لأن الكتابة فيها تتنفس حقيقة تفاصيل الأمكنة وتستنفر فعلا عبق الذاكرة والتاريخ. اخترناها لأنها أيضا تسترجع صورا من ماضي مشرق كانت المدينة فيه أرض تساكن وتعايش بين ثقافات وأعراق وأديان، لكن في المقابل أيضا مسرحا للعديد من صور الظلم والتهميش الاجتماعي الذي عانت منه الساكنة المحلية آنذاك في ظل الوجود الاستعماري. اخترناها لأن بطلها أحمد أو هامل
كان التجسيد الدرامي الحي للتناقضات السالفة الذكر، وكان بؤرة صراع وملتقى تجاذبات نفسية وسياسية وإيديولوجية بين نمط حياة غربية جذابة ومنفتحة وقاهرة بسطوتها العلمية وجبروتها السياسي والعسكري، وبين ثقافة وساكنة محلية مطبوعة بالفقر والهشاشة ومهددة باستمرار بمخاطر المحو والاجتثاث. اخترناها لأننا أمام كاتب وروائي واعد ومتمكن من لغته ومن أدوات اشتغاله، سواء في باكورته الروائية جنة الأرض أو عمله الروائي الثاني أبواب الفجر، الذي لا يقل إثارة وتشويقا وأهمية عن عمله الأول. اخترناها لنهمس في أذن صاحبها الذي أغوته الترجمة وأبحر عميقا في خلجانها وتضاريسها، بل استغرقت منه كل جهده ووقته، بأنه آن الأوان ليستمتع قراؤك بجديدك الروائي الذي لا شك سيكون أعمق وأروع وأمتع. يعني هذه الكلمة نريد أن نقول سي مصطفى تبارك الله عليه، يعني عند واحد الكم هائل ديال الترجمات اللي نجزها في بضع سنوات الأخيرة، وترجمة هائلة، يعني تقرأ وكأنك تقرأ كتابا كتب بالأصل باللغة العربية، يعني ترجمة من الروعة بمكان، ولكن هذا هو الترجمة، هو يشتكي أيضا من سنجذف الجهد والوقت إلى آخره، ونخاف على ذلك الروائي الذي تألق في العملين معا، العمل الأول والعمل الثاني، وخلق لدينا عطشا من أجل عمل روائي آخر نترقب أن يكون يعني أكثر يعني وأبعد في إمتاعه. سأعطي سيرة مختصرة. دكتور مصطفى المريمبي العبدلاوي هو أستاذ التعليم العالي بالمركز الجهوي لمهنة التربية والتكوين، دكتورة في الأدب الحديث، أستاذ زائر بماستر الأدب العربي في المغرب العلوي الأصول والامتدادات، وبماستر نص النثر العربي القديم بكلية الأدب والعلوم الإنسانية بتطوان التابعة لجامعة عبد الملك سعيد. هو عضو في مختبر البحث في الترجمة والإعلام والتواصل بين الثقافات التابع لمدرسة الملك فهد للترجمة. صدر له في مجال النقد، طبعا أغفلنا صفة الناقد وأنتم غتلاحظوا، أولا كتاب الصورة الروائية دينامية التخيل وسلطة الجنس، فكر المتخيل في الرواية المغربية، دراسات في نصوص روائية مغربية، بلاغة الخطاب التاريخي هذا كتاب جماعي، بلاغة السيرة الذاتية أيضا كتاب جماعي، بلاغة الصورة محمد أنقار ناقد السمات ومبدع السرد كتاب جماعي. إذن هذه الحصيلة في مجال النقد. في مجال الترجمة، ترجمة من الإسبانية إلى العربية كتابة تحت عنوان مدينة النعاس، رحلة إلى داخل بلاد المغرب للكاتب أنطونيو دي سان مارتين، المركز الثقافي العربي بالدار البيضاء بيروت 2012. ومن الفرنسية إلى العربية كتاب العقاب، رواية للكاتب المغربي طاهر بن جلجول، المركز الثقافي العربي بالدار البيضاء بيروت 2019. كتاب فن الحرب للمؤلف الصيني سون تزو، المركز الثقافي العربي بالدار البيضاء بيروت 2019. فتاة الأمس للكاتب دولين، نعم هذا كاتب وعنده اسم مستعار. إذا فهي رواية مطبوعة مركز الثقافي العربي دار البيضاء بيروت 2020. كيف كتاب آخر، كيف تستفيد من أعدائك، يليه كيف تميز بين المتملق والصادق للفيلسوف والمؤلف بلوتارخ، دراسة المركز الثقافي العربي دار البيضاء بيروت 2020. مكتبة ساحة الأعشاب، وهي رواية جميلة جدا للكاتب إريك دو كارميل، رواية المركز الثقافي العربي دار البيضاء بيروت 2020. وصدر له في مجال الإبداع الروائي روايتان، رواية جنة الأرض التي
نسعد باستضافتها في اللحظة 2013 ورواية أبواب الفجر 2018. الأستاذ الناقد محمد بوجنان وهو على معرفة عميقة ليس فقط بعالم النقد وأدواته وفلسفاته، وإنه على معرفة عميقة ولصيقة يعني بكاتبنا سي مصطفى البورياني. هو مزداد بطنجة وحاصل على الإجازة في الأدب سنة 1988، ماستر في الكتابة النسائية 2018، مهتم بالنقد، يحضر للدكتوراه في موضوع ضيافة الغير في المتخيل الأدبي الفني والترجمي. له قيد نشر كتاب تحت عنوان من الجميل إلى الجليل، نزوة الحركة في الرق المنثور، ضمنه عدد من الدراسات التي تناول فيها عددا من الكتب والروايات والدواوين الشعرية. مهتم بالنقد الأدبي والفلسفة والتصوف الإسلامي في علاقته بالتراث القبالي اليهودي. قبالي كبر هذه المفاهيم هو بالتأكيد سيتطرق لها ويوضحها في متحدثه. في شقه النظري، فضلا عن انشغاله بالفنون المرئية سينما تشكيل، ترجم كتاب مدخل إلى التناص لناتالي بيغاري، ويعد ترجمة كتاب زيوس المضيف لروني شغال، وكتاب في الضيافة لجاك ديريدا، بالإضافة إلى عشرات المقالات في الفلسفة والقبالة والضيافة والنقد الثقافي غير منشورة ستخرج تلاعا بعد مناقشته إن شاء الله لرسالة الدكتور. إذا سأعطي الكلمة للأستاذ محمد بوجنان ليقوم بإضاءة لهذا العمل الروائي، ثم بعد ذلك سنعود للأستاذ.